رجعنا لحضراتكم من جديد، والحقيقه اسمحوا لي ارحب بضيوفي في الاستوديو. كابتن اسحاق، اول منورنا برنامج السادسه. أهلاً. كابتن حماده مرزوق، منورنا واسفين على ان احنا اتاخرنا عليكم، بس معلش اللي بيحصل مع النادي الاهلي الفتره دي خلي الواحد يخرج عن شعوره يا كابتن حماده. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا يعني دايما النادي الاهلي متعرض في اوقات معينه لحاجات زي دي. اي نعم هي الايام دي شويه بزياده، لكن ده وضع طبيعي ان دايما الكبير دايما بيتهاجم. ما ينفعش ان يبقى في نادي ونادي عادي ممكن حد يهاجمه ويبتدي ينتقص من قدراته ومن امكانياته ومن اسمه الكبير. دايما الاتجاه دايما بيروح للكبير، فدايما النادي الاهلي كبير، ودايما ان شاء الله باذن الله بيعدي المراحل اللي هي البسيطه الصعبه، بيغير جلده في اوقات سريعه جدا. الامور كلها يعني النادي الاهلي واخد على الاوضاع ديت، والنادي الاهلي ان شاء الله مستمر في الحاله اللي هو فيها، متفرغ تماما وبشكل احترافي للمراحل اللي جايه ان شاء الله باذن الله، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. الحقيقه كابتن انا كنت بقول ان الحمد لله ان خساره الزمالك دي حصلت عشان نتعلم من الاخطاء، بس هي كمان الحمد لله انها حصلت عشان تكشف لنا اقنعه كتيره. بس ندخل بقى في المهم واروح للكابتن اسحاق. خلاص الاهلي عنده ماتش مهم في الدوري جوله 22 مع الجونه، شايف اللقاء ده ازاي فنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده لقاء مهم جدا زي ما انت قلتي، ونادي الاهلي عشان خسر ماتش او تعادل ماتش مش يعني ده نهايه العالم او نهايه الطريق. لا، نادي الاهلي مستمر في الطريق وعارف هدفه ايه وهيستمر تجاه هدفه، فان شاء الله دي تكمله ماتش الجونه، تكمله عشان نرجع ثقه لينا ولجماهير النادي الاهلي واللعيبه ترجع تاني على مكسب. طيب شايف انه فايلر هيجري التغييرات في تشكيل الفريق بعد لقاء القمه؟ طبعا لازم. يعني من وجهه نظرك كده ايه التشكيل المثالي مثلا؟ على خط الهجوم طبعا لازم يكون في ثلاثه يبقى اطراف يمين وشمال ظاهرين لازم يكونوا موجودين. ده خطا اللي انا وجهه نظري انا شايف في ماتش القمه اللي حصل لعدم وجود الطرف الرئيسي على الجناح اليمين، ده اثر على اداء النادي الاهلي واثر على شراسه الهجوم النادي الاهلي. فاعتقد ماتش اللي جاي ان شاء الله الاخطاء دي، هو كمان حتى في الشوط الثاني حاول يتدارك الاخطاء دي وبقينا رجعنا حتى جبنا جون تعادل، فان شاء الله هو يعدل الموضوع باذن الله ان شاء الله. كابتن حماده برضو عايز اسالك، يعني شايف ايه التغييرات اللي ممكن يجريها بايلر في لقاء الجونه؟ اولا هو وضع طبيعي جدا ان بعد ماتش خساره وبعد اداء يمكن غاب عنه التوفيق بشكل كبير جدا، لكن الاداء برضو ما كانش مرضي وكانت فيه اخطاء كتير، وزي ما حضرتك قلت ان كانت فرصه كويسه ان يحصل ده قبل مرحله مهمه جدا داخل عليها النادي الاهلي، مرحله مهمه جدا كان ممكن يحصل تعادل او مكسب وما يظهرش قوي بعض النقاط اللي لازم المدرب يقف عندها ويبتدي يصلح من الاخطاء. كانت في اخطاء كتيره جدا سواء في الضغط سواء في التمركز سواء في التسليم والتسلم، يعني حاجات كتيره جدا بعض الافراد اللي مفترض ان يبقى في تغيير في التشكيله معينه، طريقه اللعب برضو، كل الكلام ده رؤيه مفترض ان المدرب بيخرج بيها من ال 90 دقيقه اللي فاتوا دولك عشان يشتغل عليهم وعشان يتحول الامر لشيء ايجابي. وانا متهيألي ان في ماتش الجونه هيبقى التجربه حقيقيه للمرحله اللي بعد كده اللي هي المرحله الافريقيه. طب شايف كابتن فايلر ازاي بشكل عام؟ يعني فكره تشبيهه بمانويل جوزيه شايفها في محلها؟ لا، انا مش شايف ان اي مدرب بيبقى امتداد لمدرب تاني. يعني مانويل جوزيه عمل تاريخ صعب جدا ان اي حد، بس بنتكلم على ناحيه معاملته مع اللعيبه برضو يا كابتن، دايما مركز فايلر على الناحيه النفسيه قوي، ومانويل جوزيه كنا بنشوفه دايما في الحته دي، فعشان كده في ناس كتير بتشبه المدربين ببعض. لا، وبرضو ريكورد يعني لحد دلوقتي كان 20 ماتش قبل ماتش القمه، كان 18 فوز 2 تعادل ما كانش فيه خساره، يعني رقم كويس برضو فايلر محققه مع طبعا هو حضرتك بصي بالارقام يعني فايلر ماشي بشكل طبيعي جدا وكويس جدا، وده الوضع الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك ان برضو في فرق في التعامل، في فرق في الشخصيه، ما بقاش في شخص امتداد لشخص ثاني. كل مدرب وليه شخصيته، كل مدرب ليه فكره، وكل مدرب ليه قدراته ان هو يقدر يزرعها في اللعيبه ويبتدي اللعيبه تاخد منه بشكل كويس. انا شايف ان الامور ماشيه بشكل طبيعي، يمكن الهزيمه اللي حصلت او الموقف اللي حصل
زي ما قلت لحضرتك برضو مهم جدا ان في مواقف معينه لازم تحصل عشان نتدارك الاخطاء. فانا برضو متاكد ان الفتره اللي جايه هي مرحله تصحيح اخطاء، عشان احنا داخلين لمرحله مهمه جدا الاخطاء فيها تكلفنا كتير. ان شاء الله باذن الله نقلل اي فرقه بيتقلل فيها الاخطاء بشكل عام فهي بتوصل وبتبقى فريق بطل. وده الـ 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 المفروض ان يبقى موجود في النادي الاهلي. طب احب اروح بيك يا كابتن، وبرده مع كابتن اسحاق، افضل ذكريات ليك مع النادي الاهلي. لا ذكريات كتيره طبعا النادي الاهلي. اكتر حاجات بتفتكرها كده وتحس بفخر؟ لا بصراحه انا اول حاجه بفتكرها اول ظهوري في النادي، لما جيت من نادي الاسوان دخلت على النادي الاهلي لقيت الدنيا مختلفه، واللعيبه كاني انا موجود معاهم من زمان. كله قابلني، كله فرحان بيا، كله عايز يخدمني. فدي بتدي احساس لاي لعيب جديد داخل النادي الاهلي، يحس ان هو داخل بيته، مش يعني لسه جاي جديد على اللعيبه. اللعيبه كان محترمه، نجوم كبار طبعا، كابتن ابراهيم حسن، كابتن حسام حسن، وليد صلاح الدين، هادي خشبه، فكان الناس كويسه. نجوم كبار. فدي اكبر حاجه بصراحه مش قادر انساها. طب كانوا بيسموك يا كابتن الجوكر؟ عشان بتلعب في اي مركز كويس جدا. كان خدت الهجوم ده كان اي حته. انا كان كابتن ستوبل الماني كان بيحطني في اي حته في الهجوم، سواء راس حربه او من فوق ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او تحت راس حربه. طب مين دلوقتي لعيب تشوفه شبهك؟ جوكر كده زيك؟ والله قعدت كسول بشوف أجاي جونيور أجاي، في نوع كده نفس الستايل ونفس الفكر شويه. بيقولوا برضو على طاهر الصفقه الجديده جوكر، بيلعب في اي مكان كويس جدا. دي حاجه مهمه طبعا في اي فريق، واللاعب نفسه لما يبقى عنده مميزات دي بيلعب في كذا مركز، فمدرب بيحتاجه بشكل كبير، دايما يبقى متواجد بدل ما تعمل تغييرات من بره. فبوجود اللاعب ده ممكن تعدل امور كتير من جوه الملعب. دي مهمه جدا. لما بتفتكر يا كابتن حماده نادي الاهلي ولما كنت لاعب فيه، ايه اكتر حاجات مواقف لما بتفتكرها بتحس كده بفخر؟ اولا انا كل لحظه ليا في النادي الاهلي هو فخر ليا حقيقه. انا مش بزود الكلام ولا حاجه، لكن دي حقيقه. انا داخل النادي الاهلي سنه 80، يعني تقريبا بقالي حوالي 40 سنه وعضو وعامل في النادي، عمري فيعتبر هو يعني لما عمري كله يعني لما بقول بيقول لك ده عمري كله. يعني انا لما اقول ده بيتي هو فعلا بيتي، مش مجرد انا هي كلمه بتتقال وخلاص، لا هو فعلا هو بيتي وانا موجود فيه من سنه 80. فالنادي الاهلي بيحمل لينا ذكريات طيبه جدا جدا. رغم بس انا عايزه موقف بعينه برده يا كابتن، حاجات كده من الكواليس. لا هو المواقف اللي هي يعني ما تتنساش بالنسبه حتى لجماهير الكوره اللي هم سنهم كبير شويه. ماتش الاهلي والزمالك مثلا، كان ماتش الاهلي والزمالك اللي كسبنا فيه 3-2 في بطوله الكاس، الكلام ده كان سنه 84 85. يمكن الماتش ده كان ليه وضع خاص وليه كواليسه. الاهلي لعب بالناشئين الماتش ده؟ لعبنا بالناشئين. يعني احنا ساعتها ناشئين، كانت مجموعه من اللعيبه واتجمعت تقريبا من فرقه 19 و21 سنه. وكان ليها موقف معين، وده على فكره يعني كانت فتره اثبات ان النادي الاهلي فعلا نادي مبادئ وقيم واخلاقيات عاليه جدا، لان النادي الاهلي كان واخد موقف ما بيحصلش في التاريخ، انه يوقف النجوم كبار جدا ويخش بيلاعب فريق كبير زي فريق نادي الزمالك وبيلعب بالناشئين. ما كانش فارق معاه ان هو يكسب او يخسر، لكن كان مهم جدا ان هو يرسخ حته الاخلاقيات والمبادئ النادي الاهلي اللي ما بتتجزأش واللي ما بتتغيرش على مدار سنين طويله. فانا طبعا انا بتشرف ان انا كنت في يوم من الايام اداه لهذه اللحظه اللي اتغرس فيها وقتها كابتن حسن حمدي خد قرار ان هو يلعب بالناشئين. كان الكابتن صالح سليم الله يرحمه كان موجود في لندن تقريبا، وساب الملف كله لكابتن حسن حمدي. وانا فاكر كويس قوي ان الكابتن حسن كان يعني اتحول بقى مشرف على الفريق. فما كانش بيسيبنا. كنا بنلعب ماتشات وديه وكنا بنروح في اماكن معينه، وافتكر كويس ان انا لعبنا ماتش اعتزال الكابتن شحته، كان قبل ماتش الزمالك ده بحوالي 10 ايام. كان ماتش صعب جدا وكان الجمهور بيهاجم
النادي الاهلي وبيشتم لان لغرض معين. ومع ذلك الاهلي كسب 3-2 وده صمموا ان هم نلعب من القرارات التاريخيه للنادي الاهلي، وده برده بيثبت يا كابتن الاهلي ما بيوقفش على حد خالص. ده اكبر دليل على ده. 16 نجم بالاضافه لحوالي 10 لعيبه كانوا موجودين في منتخب مصر مع في المغرب، فبالتالي 26 نجم. يعني صعب جدا، يعني ممكن اي نادي يوقف واحد لعيب اثنين ثلاثه، انما يوقف 26. هو طبعا ال10 ما كانوش موقفين، ده كانوا موجودين في المغرب وكان في 16 نجم كبير جدا هو اللي اتاخد الموقف ضدهم، والنادي الاهلي صمم فعلا ايامها ان هو يكمل رغم الضغوط الشديده جدا اللي الناس كانوا بيقولوا ان الحاجات دي بتتذكر في التاريخ. ان لو ان احنا كناشئين لو لعبنا نادي الزمالك كنا ممكن نخسر بنتيجه كبيره جدا، فبتتحط في التاريخ بصرف النظر عن وقتها. الفريق الثاني كان عمال يتغنى بانه خلاص انه كسب، ده الاهلي جاي يلعب بالناشئين، كانوا نجوم كبار، خلاص كسبنا بقى. وكانت الحقيقه مفاجاه، وده النادي الاهلي معود الجمهور على كده حتى لو بيلعب بالناشئين. بالظبط، الروح العاليه جدا بتاعه النادي الاهلي اللي ارجو اتمنى انها تستمر لاخر لحظه ان شاء الله. يعني ان شاء الله. كابتن اسحاق، ازاي بيكون التحضير للماتشات القمه، ماتشات الحاسمه المصيريه، بيكون ازاي تحضير ليها فنيا عن اي ماتش تاني؟ مش فنيا بس، طبعا في حاجه ماتشات القمه محتاجه أعمل نفسي وذهني وبدني، وبعدين خلاصتها بقى في فني. فني كده كده انت كمدرب او كجهاز بيشتغل على فني طول الاسبوع، طول الوقت بيشتغل مع اللعيبه بيفهموا ايه اللي مطلوب من كل واحد، عارف واجباته. لكن كل ما ايام الماتش تتقرب فمحتاج قوي انت ترفع معنويات اللعيبه، تديهم ثقه، تديهم عامل نفسي عشان يعرف يخش المباراه دي هو حاسس بنفسه، يقدر يطلع كل حاجه اللي عنده. طب كم مين اقرب لعيب ليك في النادي الاهلي حاليا؟ لا وقتها، وقت ما كنت بتلعب. وقتها كان هادي خشبة. هادي خشبة. تفتكر موقف كده معين ليك معاه؟ طبعا كابتن هادي، انا افتكر كان في سفريه كده واحنا رايحين السنغال هنلعب ماتش افريقيا برضه، فاداره نظمت كده هنروح على السعوديه نعمل عمره وبعد كده نكمل. فاول مره انا كنت دايما في الاوضه بقعد مع واحد اسمه يوسف يعقوب، كان من غانا. ففي السفريه دي بالذات كابتن هادي طلب ان اقعد معاه، فانا ما اعرفش هو هدفه ايه فيها. لما وصلنا هناك بقى فجي بيكلمني يقول لي انا طلبت ان تقعد معايا في الاوضه عشان نروح الحرم، فانت تبقى معايا، عايز انا بدعي لك على طول عشان ربنا يهديك تبقى حاجه كويسه في حياتك ومستقبلك. فدي طبعا حاجه كبيره بالنسبه لي، كل ما افتكرها بشكره عليها كابتن هادي كشف. طبعا. ويا كابتن حماده، مين كان اقرب لاعب ليك؟ في اكتر من، اولا طبعا هو ربيع ياسين اقرب واحد، لان عشره عمره قعدنا مع بعض في فتره طويله، واشتغلنا حتى في التدريب، يعني اشتغلنا مع بعض حوالي 5 سنين. في طبعا ايمن شوقي برضو قعدنا مع بعض، لان احنا بحكم الاغتراب وكنا مغتربين فكنا بنقعد مع بعض، فاقرب الناس اللي مرتبط بيها لغايه دلوقتي هو ربيع ياسين وايمن شوقي. وفي طبعا بعض اللعيبه الكتير اللي انا مرتبط بيهم خلال وجودنا كمان على مدار السنين الطويله بعد ما بطلنا، فاحنا موجودين واكيد حضرتك عارفه فريق الشمس، فبنتجمع دايما مع بعض. يعني طب يا كابتن، يعني خلال مسيرتك مع النادي الاهلي، لو رجع بيك الوقت، في حاجه تحب تغيرها، قرار خدته ندمت عليه، ممكن لو رجع بيك الزمن ما تاخدوش او العكس؟ في حاجه هي غيرت مجرى حياتي، يمكن سنه تقريبا 88 الكابتن هاني مصطفى الله يديله الصحه راح النادي المريخ، مسك نادي المريخ. فطلب باثنين من النادي الاهلي، يعني فهو كان من ضمنهم انا، يعني فمفروض ان انا كنت اطلع اعاره يعني. فكان يعني كانت نقطه تحول، يستنى في النادي الاهلي اخد قرار، يستنى في النادي الاهلي يا اما اطلع مع نادي المريخ كان لسه صاعد دوري ممتاز واروح مع الكابتن هاني. لو اتكرر بيا الموقف لا مش هسيب النادي الاهلي، وكنت اقدر اكمل لان كان الوضع هيبقى مختلف تماما. لكن يمكن انا حته اللعبه انا لعبت وانا صغير، وبعدين بعد كده قعدت لان كان في نجوم كبار جدا في النادي الاهلي، هي دي اللي خلتني ان انا اخد القرار واروح نادي المريخ مع الكابتن. المنافسه كانت صعبه عشان في نجوم جدا كبار جدا، عارف حضرتك كابتن الخطيب وطاهر ابو زيد ومحمد عامر ومختار أساطير.
اسامي كبيره طبعا. جدا يعني اسامي جامده جدا، لكن كان ممكن لو انا صبرت شويه كان ممكن الامر يتحول، لكن قدر الله وما شاء فعل. يمكن بعض الحاجات اللي بتتخذ فيها قرار والواحد بيحس شويه بندم عشان بعدي للنادي الاهلي، بس بعدي عن النادي الاهلي كنت ممكن اكمل والعب ماتشات اكتر خلال الفتره ديت. لسه كلامنا مكمل يا كابتن على النادي الاهلي وعلى الدوري المصري، ونتكلم عن افريقيا كمان، بس هنروح لفاصل ونرجع على حضراتكم تاني.